صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 49 لسنه 2022 بنقل وتعيين مديرين في مكتب رئيس مجلس الوزراء جاء فيه المده الاولى ينقل السيد احمد سامي جواد التاجر مدير اداره المشاريع بمكتب رئيس مجلس الوزراء ليكون مديرا لاداره العمليات بذات المكتب. الماده الثانيه يعين السيد وليد فيصل محمد البسام مديرا لاداره الدراسات بمكتب رئيس مجلس الوزراء